الأم مدرسة إذا أعددتها أعددت شعبا طيب الأعراق. الأم روض إن تعهده الحياة بالري أورق أيما إيراق. الأم أستاذ الأساتذة الأولى شغلت مآثرهم مدى الآفاق. أنا لا أقول دعوا النساء سوافرا بين الرجال يجلن في الأسواق. يدرجن حيث أردن لا من وازع يحذرن رقبته ولا من واقي. يفعلن أفعال الرجال لواهيا عن واجبات نواعس الأحداق. في دورهن شؤونهن كثيرة كشؤون رب الصيف والمزراق. كلا ولا أدعوكم أن تسرفوا في الحجب والتضييق والإرهاق. ليست نساؤكم حلا وجواهرا خوف الضياء تصان في الأحقاق. ليست نساؤكم أثاثا يقتنى في الدور بين مخادع وطباق. تتشكل الأزمان في أدوارها دولا وهن على الجمود بواقي. فتوسطوا في حالتين وأنصفوا فالشر في التقييد والإطلاق. رب البنات على الفضيلة إنها في الموقفين لهن خير وثاق. وعليكم أن تستبين بناتكم نور الهدى وعلى الحياء الباقي. الأم مدرسة إذا أعددتها أعددت شعبا طيب الأعراق. الأم روض إن تعهده الحياة بالري أورق أيما إيراق. الأم أستاذ الأساتذة الأولى شغلت مآثرهم مدى الآفاق.